بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم. في البدايه عشان ما اضحكش عليكم، انا كنت ناوي ان انا اتفرج على مباراه تشيلسي وتش بيلي، لان انا ما بحبش حاله الدم بتاعت الفرجه على مانشستر يونايتد نسخه اولي جونار سولشاير، لان بصراحه النسخه دي مش بس بتحرق الدم، النسخه دي بتقول لك سبحان الله يا اخي، يعني اي مدرب في العالم يحلم بتركيبه لعيبه نص الملعب اللي مفترض ان هم ترسانه موجوده عند اولي جونار سولشاير. وسبحان الله يا اخي، سولشاير رمي الترسانه دي في مزبله وبيفكر ان هو اغير انا واحط انا بمزاج، اللي هو اي مدرب عاقل في الدنيا لما تقول له العب بال 4 2 3 1 مع مانشستر يونايتد صعب ان هو يقول لك احط سكوت ماكدوناي واحط معاه فريد، اللي هو طب ما تحط سكوت ماكدوناي وحط معاه بول بوجبا او حط معاه دوني فان دي بيك وقدامهم طبعا هيكون برونو. لا مش عارف انا بعمل كده ليه، انا بعمل كده عشان انا بلعب باريس سان جيرمان النهارده، وانا بعمل كده عشان خاطر اامن خط الدفاع بتاعي، علشان واحد فيهم يقابل نيمار اللي هو سكوت ماكدوناي، واحد كمان يقابل امبابي بدري اللي هو فريد، علشان خاطر يفكوا الضغط شويه على الاثنين مساكين، علشان يلحقوا بدري وكمان يسيبوا لهم مويس كين يتسلى هم معاه، يكون مويس كين وسط الاثنين المساكين ماجواير ولاندروف، مفترض يعني ان هم يكونوا مرتاحين، وهريح كمان الاطراف بتوعي. طب بالنسبه بقى للهافات، هل يكون عندهم ادوار هجوميه بس؟ مفترض ان انت الاثنين بتوع نص الملعب عندهم مشاكل كتيره قوي في ان هم يفكروا في الادوار الهجوميه، لان في اثنين مزعجين جدا زي نيمار ومبابي، لعيبه من لعيبه الصفوه في العالم، مفترض ان هم هيكونوا كل دورهم بس ان احنا ماسكينهم وبنلعب عليهم مان تو مان. انت خرجت الاثنين لعيبه بتوعك من الاول، ففكره ان انت تعتمد عليهم في محاوله ان انت تبني هجمات منظمه مش بتاعتهم بصراحه، لا بتاعت ماكدوناي ولا بتاعت فريد، هم اديهم مان تو مان هتلاقيهم لازقين زي الفل. فريد ممكن احيانا يديك واجبات هجوميه، بس لما تدي له ادوار واضحه ان انت هتقابل نيمار وهتقابل مبابي من بدري هتلاقي ان هم مريحين والدنيا بالنسبه لهم مظبوطه وعارفين هم بيعملوا ايه. حته مارسيال يلعب طرف دي صراحة ما بلعتهاش، مارسيال بقى له سنة ما لعبش طرف، وبقالك فترة طويلة جدا حاطط مارسيال كمهاجم رئيسي، مش معنى ان كافاني اكبرك انك تبدا بيه بعد المنتدى اللي عملها معاك في مباراة ساوثهامبتون، ان انت لا، انا عايز ادور على مارسيال على دور، وخصوصا يعني ان مبابي لو عدى من فريد يلاقي كمان في مساندة لوان بيساكا من مارسيال، اللي هو احنا بندافع بمارسيال وبندافع ببيساكا وبندافع كمان بفريد وكمان سكوت ماكدوناي وكمان اليكس تريس مش واخد واجبات هجوميه قوي وسايبها كلها لماركوس راشفورد، يعني احنا كده حرفيا عندنا ثلاث لعيبه بس اللي هم مسموح لهم يهاجموا، ماركوس راشفورد بيطلع شويه وينزل شويه وبرونو يطلع يعمل هجمات هو وكافاني. انت مين اللي مسكك يونايتد يا اسطى؟ بجد انت مين اللي مسكك يونايتد يعني؟ بتهاجم باثنين لعيبه بس، باثنين واحد ثالث كمان بيطلع ويرد، اللي هو يخرب بيتك بجد والله، يخرب بيتكم كده يا جدع. ايه يا جدع ده؟ بجد والله يعني عشان كده الواحد بيتهرب من الفرجه على مباراه يونايتد، اللي هو يا جماعه ده يروح يمسك ويست بروميتش مش يروح يمسك مانشستر يونايتد، لان الاسلوب اللي بيلعب بيه جوه الملعب ده صعب جدا انك تتقبل مانشستر يونايتد والكره الجميله والمحاولات اللي كانوا بيعملوها المدربين اللي جم بعد فيركسون. لا يا جماعه ده مش يونايتد خالص، ده خلاها ميح خالص. والمشكله في ايه؟ ان بعد كل ده الفرقه لابس الجون في اول 6 دقايق، والغريبه كمان ايه؟ ان نيمار واخد الملعب بطوله وعرضه، يعني واخده من ناحيه الشمال لناحيه اليمين لحد ما راح ورا ماجواير وبيقدر ان هو يجيب الهدف الاول. يا سلام، يعني كل اللي بيدافعوا له في الاخر لبست جون في اول 6 دقايق، اطلع بقى هاجم عادي. لما طلع يهاجم برضه توماس توخيل المدرب كان صايع شويه، يعني توماس توخيل كان حاطط له عبده ديالو دي علشان خاطر عارف ان عبده ديالو راجل مساك، فمفترض يعني ان التعاون مع ماركوس راشفورد مش هيكون فيه صعوبه بالنسبه له. نص الملعب بتاع باريس سان جيرمان النهارده كان فيه دانييلو بريرا ثابت، وكمان كان فيه باريدس وكان فيه فيراتي. في الحاله الدفاعيه الفرقه بتتحول ل 4-1-4-1، بتلاقي ان الاطراف مقفوله، نيمار بيطلع على طرف وامبابي بيطلع طرف، وبتلاقي كمان ان في نص الملعب بريرا هو اللي بيكون تحتيهم، وبيكون قدامه فيراتي وبيكون قدامه باريدس، والاثنين بيشكلوا امتداد ل 4-1-4-1، علشان خاطر تلاقي نفسك ان انت بالنسبه للاطراف اللي انت بتلعب عليها على مارسيال او على راشفورد اتقفلت. ما انت برضه يعني توماس توخيل مش جاي يخسر منك، بس مش شغال خسارات قدام مانشستر يونايتد بس. فالهدف الاول ربنا كرم مانشستر يونايتد، والتصويبه بتاعت ماركوس راشفورد راحت خبطه في رجل لاعب كيمبيمبي وراحت داخله، خلاص يابا والله سالكه، والله الكوره بتحبك وزي الفل. اطلع بقى الشوط الاول متعادل، بس في جرس انذار بسيط كده. الشوط الاول فريد اللي انت عاطيه وجبات دفاعيه ده كان ممكن يطرد عادي جدا يعني، وسكوت ماكدوناي برضه، سكوت ماكدوناي في الدقيقه 44 عمل فاول غشيم على نوال ياخد عليه انذار، في الدقيقه 45 عمل فاول غشيم ياخد عليه انذار مع نيمار برضه، في الدقيقه 46 في الوقت اللي ده برضه عمل فاول غشيم مع نيمار، اللي هو يا
يابا هما دول الاثنين اللي انت ممسكهم نيمار ومبابي، الاثنين دول ممكن يضروا في اي لحظه. يخرب بيتك حاول تشوف ان انت تخيل الناس دي، خصوصا ان باريس هيفتح المساحات الشوط الثاني، فنزل يعني دول يفد بيك او نزل بول بوجبا بحيث ان انت يكون عندك لعيب بيزيد شويه في نص الملعب، ما يكونش الاثنين عاملين ستاره دفاعيه بس. كالعاد ما عملش حاجه خالص، هو هيعمل كل حاجه بعد ما يلبس، هو كده كده سولتشاير بعد ما بيلبس الهدف الثاني بيفكر هو طب ما انا ممكن اهاجم اخر خمس دقايق وبعد كده كده خربانه. المشكله بقى ان الفرقه لبست الجول الثاني في وقت متاخر. مانشستر يونايتد كان ممكن يجيب اهداف قبل الهدف الثاني، مانشستر يونايتد ضيع كرات خطيره جدا، وكره كافاني اللي هو لعبها تشيب وجت في العرض دي كنت بصراحه حسيت ان هو سولتشاير اتحط عليه النهارده. وسبحان الله يا اخي ماركينوس المنقذ الدايم لفريق باريس سان جيرمان بيقدر ان هو يجيب الهدف الثاني وبعدها بثواني فريدي ياخد الانذار الثاني ويطرد لبست يابا خسرنا بشياكه. فجاه كده بيفكر ان انا محتاج اغير بول بوجبا اللي هو يابا طب ما خربت خلاص، وبيغير دوني فان دي بيك اللي هو بعد ايه يابا بعد ايه بعد ما بتلعب 10 وبتلعب 10 قدام فرقه ايه بسم الله شغاله قطارات قدام اماميه اديهم نيمار ومبابي وسيبهم بس يطيروا، وانت هتكون مضطر ان انت تعمل بتحاول تعمل كامباك فبتحاول انت تطير باكات بقى فالبس بقى وقابل. ماتش خلص 3-1 والمباراه خلصت، وهنرجع بقى نقول انه والله ممكن يكون ماتش كويس لسولتشاير للناس اللي حاولت بتحب الدفاع عنه، بس لو انت ما بتحبش الدفاع عن سولتشاير هتقول ان مباراه بلديه اسطنبول هي اللي خرجت مانشستر يونايتد في حاله الخروجه، خصوصا كمان ان ليسبيك عمل ريمونتادا على بلديه اسطنبول في المباراه الاولى اللي كانت قبل مباراه باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، مباراه الساعه 7:30. فتقدر تقول كده ان والله المجموعه بتقول ان يونايتد بيدور على اوروبا ليج، يعني شاف ان الانتر وريال مدريد هناك ممكن يروح اوروبا ليج قال لك ممكن يا عم ما فيش اي مشكله نلعب كلنا مع بعض في البطوله وبلاش يا عم ذات الاذنين والكلام الفاضي ده. بس هل سولتشاير اللي بيعمله ده ينفع بمستقبل كويس لمانشستر يونايتد؟ لا سولتشاير ليه مستقبل ايه؟ احنا هنشتغل بعض اساسا، ده هو ماشي في نور الله من ساعه ما جه وماشي بالحب هناك. طب انا اللي مستغرب له هو جرين وود كان مايكل اوين بتاع الكره الانجليزيه فجاه مره واحده كده بقى مايكل شوماخر وبقى مرمي على الدكه اللي هو يا ابيض يا اسود، حاجه غريبه والله في الفرقه بس الله يكون في عون كل جماهير مانشستر يونايتد وهارد لك على الهزيمه، وربنا يكون في عونكم على وجود اولي جونر سولتشاير بصراحه راجل متعب جدا نفسيا الفرجه عليه، فالله يكون في عونكم انتوا والراجل معاكم كل اسبوع.